لمسات فنية لمحامي سوريا. عنوان المعرض يلي عم يتم التحضير له ورح يتم افتتاحه يوم الاثنين القادم ورح يستمر لعدة أيام. أكيد المعرض رح يضم مجموعة من الأعمال الفنية المختلفة اللي بتعكس إبداع ومواهب محامين سوريين رشا، يمكن قدروا لجانب مهنتهم بالمحاماة أنه يكون عندهم موهبة. أكيد هايدي، هي المعرض الأول لإلون، واليوم هيك من خلال ضيفتنا رح نعرف أكثر عن هذا المعرض، كيف تم التحضير له وكم عدد الأيام اللي رح يستمر في المعرض. وأكيد لكل حدا حابب يزور المعرض أكيد حنحكي عن العنوان، واليوم كونه هيك خطوة جديدة في تفاصيل كتير مهمة حتخبرنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأستاذة فادية عساف، رئيسة لجنة المرأة بنقابة محامي سوريا وعضو مجلس فرع دمشق. يسعد صباحك. صباح النور. مبروك المبادرة بداية صباحي. يعني صباح النور. شكرا لكم وشكرا للاستضافة. هي مبادرة من المبادرات اللي بلشنا نعمل فيها كلجنة مرأة. بتعرفي انه المرأة هي دائما تبحث عن الجمال وبتبحث عن الاشياء اللي فيها تميز. نحن بهاللجنة بلشنا، طبعا هاي اول مرة بتتأسس لجنة إلى رئيسة مرأة، مع أنه حضرتك أنت رئيسة رئيسة لجنة المرأة، يعني حبينا بس نذكر الفكرة. بس حلوة اليوم هذا المبادرة، يعني ماشي، هو يفترض أنه يكون من الأساس هيك. فكرة مين بس دائما في دعم؟ فكرة مين هاي المبادرة؟ نحن لجنة، اللجنة كل واحدة من المشاركات بهاي اللجنة بتعرض فكرة ونتفق عليها كلياتنا ومنمارس أو مننفذها لهالفكرة. طبعا كل واحد يكون في له رأي ومشاركة ضمن نطاق عام اللي هو اللجنة، يعني قرارات اللجنة هي اللي بتطبق. هاي الفكرة كانت فكرة الأستاذ فاتن ديركي، وهي اللي تابعت تنفيذ العمل طبعا بمساعدة باقي المشاركات باللجنة. الأستاذة فاتن هي أستاذة فنانة وكاتبة. نحن أقمنا عدة فعاليات كانت بحسب واقع الأحداث. أول فعالية قمناها هي دفاع مدني، شاركوا فيها مجموعة كبيرة من الأساتذة والأستاذات. وبعدين عملنا فعالية تانية يلي هي كشف مبكر عن سرطان الثدي. حلو. وكنا بنعمل تقريبا كل شهر عنا فعالية بنعملها. في عنا فعاليات تانية عم نعمل عليها. هاي الفعاليات بتدل على قديش المرأة لها دور، خاصة انه لجنة المرأة يلي نقابة من الأساس لنظام تأسيسها في شيء اسمه لجان، وكانت موجودة لجنة المرأة بهالنظام هاد، بس مع الأسف ما كان في إلا رئيس مرأة. هاي المرة الأولى وبدعم من السيد النقيب اللي هو داعم للمرأة، السيد الأستاذ النقيب فراس الفارس، هو يلي شجع على انه يكون في له لرئيسة للجنة يلي هي انا. اول مرة بيكون في عنصر نسائي تترأس هاللجنة. حق اليوم طبعا، هي الاساس وهي المحاربة على كل الجبهات، دائما احنا بنقول هي الكلمة. خلينا نركز شوي على المعرض، نحكي عنه اكثر. ايمت حتبلشوا وايمت الافتتاح ووين بالضبط حيكون؟ هلا هو المعرض ثلاث ايام، ببلش 29 و30 و31 من الساعة 2 للساعة 6. افتتاح المعرض ب 29 الشهر الساعة 3 بصالة الشعب للفنون. طبعا في ناس كتير نحن بنتشكرهم، هن ساعدونا اللجنة الفنية اللي نقت اللوحات والمشاركين اللي قدموا، هن كلهم هواة من المحامين، الزملاء المحامين والمحاميات بكافة المحافظات. اه حلو، اليوم بكافة المحافظات تضم كل المحافظات السورية. طبعا نحن هاي اللجنة هي لجنة المرأة في النقابة المركزية. نعم. كل المحافظات طبعا اللي موجودين بيقدروا انهم يجوا يشاركوا.
بس الفكرة إنه المحاميات والمحامين لسه فكرة لجنة المرأة ما كتير واضحة بالنسبة لهم، بالنسبة للأعمال وللنشاطات اللي عم تقوم فيها، خطة العمل. خطة العمل، ودائما عم تكون الفكرة إنه باعتبار لجنة المرأة يلي بده يشارك هو فقط زميلات، بينما نحن عم نتوجه لكل الزملاء والزميلات بالعمل. مثل ما قلنا انه المعرض رح يكون ب 29 و 30 31 بصاله الشعب للفنون، الاتحاد للفنون اللي هو بالفردوس. نتشكر اللجنه اللي فحصت، او يعني مو فحصت، نحن كلنا هواة، بس كان في انتقاء تقييم. انتقاء وتقييم، وبنتشكر اللي صمم لنا البوستر واللي شارك وساعدنا بهي. في كمان في زميل كان له المبادرة وهو فنان كمان، هو استاذ أنطون الزاوي، شارك معنا بالمعرض، وطبعا دكتور عبد الناصر والنوس كان هو اللي صمم البوستر تبع الفعالية. واللجنة كانت من الدكتور فؤاد دحدوح، عميد كلية الفنون الجميلة، أسماء معروفة، وكان في معنا الفنان الرائع الدكتور. هلا اكيد تحياتنا لكل الاسماء اللي ذكرتيهم. الدكتور معلا كان طلال معلا، دكتور نعم. طلال معلا عفوا تمام. يعني انا الاسماء، وكان في معنا دكتور، مو دكتور، يمكن الفنان غسان غانم. يعني المهم كان في مجموعه مشاركين ساعدونا بهالعمل. تمام استاذه فادي، يعني بما انه حضرتك عم تحكي لنا اكثر عن المعرض، عن الاعمال المشاركه، عن المشاركين، خطر لي اسالك اليوم، اللوحات الموجوده او البوسترات هي لها علاقه بالقانون، كونه يعني اللي عم يعملوا هدول اللوحات هن محاميين، فخبرينا عن الموضوع، هل لها علاقه او لا في شيء جانب ثاني؟ هلا المحامي هو بالاخر انسان، ومثل ما قلت لك اللي كان المشاركات، غالبية المشاركات زميلات، فدائما الإنسان وخاصة المرأة تبحث عن الجمال، والجمال موجود وين ما كان، معناتها شو عم تركزي؟ طبعا الرسم هو رقي، هذا الرقي اللي بتبحث عنه المرأة دائما بيكون مشكل، يعني الجمال بالرسم، الجمال ما بالضرورة كله قانون، خاصة إنه القانون جامد. صحيح. يعني نحن بنبحث عن الأشياء اللي بتريح، اللي بتزيل غبار التعب الحياتي، بتزيل، بتبين البذرة الحلوة اللي عند المرأة باهتمامها بالمجتمع، اهتمامها بالطفل، اهتمامها بالأسرة، اهتمامها بكل فعاليات الحياة. أكيد بتصور ما في شيء من اللوحات تبع المشاركين فيها شيء من القانون، بس بتدل على أنه المحامي كمان هو إنسان وهو بيحب الجمال، والجمال موجود، عنده موهبة أو عنده موهبة، والجمال موجود بالفطرة. يعني بالفطرة يمكن بكره خلال المعرض نتفاجأ بمواهب كتير مهمة عند الأساتذة، يعني ما دائما أكيد، يعني إذا محامي اليوم أنا ما ببدع بناحية تانية. خلينا نرجع شوي على اللجنة، وحضرتك رئيسة اللجنة اليوم، شو شروط الانتساب لهي اللجنة؟ هلأ نحن ما في شروط للانتساب بهي اللجنة، هي اللجنة نظام قانون تنظيم المهنة تبعنا بنص على وجود عدة لجان، منها لجنة المرأة، فبيتم انتقاء بعض الناس اللي عندها اهتمامات بالمرأة، بقضايا المرأة، لأنه هاي اللجنة هي بتبحث بشؤون المرأة، ف بيكون عدد معين، الناس اللي بتحب تشتغل، اللي بتحب مؤمنة بالمرأة، بتحب تدافع عن حقوقها، فهن هدول اللي بيتم اختيارهم وبيتسموا. ونحن حاولنا انه يكون في مشاركات من كل المحافظات بهي اللجنة. هاي اول سنة بيصير فيها فاعلية
قد ايه مبسوطة اليوم انه اليوم انت رايحة على انجاز يعني من خلال اللجنة، يعني من وجهها مبين قد ايه اليوم حالة. مبسوطة في انجاز حلو. هلا اكيد لازم الواحد يحس حاله انه ترك بصمة، صحيح، عبر عن حاله، خاصة لما بيحكي بقضية هو مآمن فيها، صحيح. ولما يكون في ناس دعمته وعطته الفرصة لأنه يثبت أنه هو أهل لأي عمل بيقوم فيه. تشاري حالك اليوم أنت على تحدي بهذا المنصب؟ أكيد أكيد، خاصة أنه هاي أول مرة نحن نلتقى بهيك منصب أو بنوجد هيك منصب، وأكيد لحالي ما رح أقدر إذا ما كان في دعم مجموعة، صح، وفي ناس عم تساعدك وكل عم يشتغل إيد واحدة. تمام أستاذة فادية، يعني بالختام شو مشاريعكم القادمة، شو محضرين؟ هلأ باعتبار المرأة هي فاعل بالمجتمع بكل الجهات، فنحن عنا مشاريع متعددة، ومثل ما قلت لك كل حدا بيطرح فكرة، وعددت لك بعض الأنشطة، كل حدا بيطرح فكرة ممكن، وأكيد ما رح ننسى المحاماة، وما رح ننسى أنه نحن في عنا مواضيع فنية ومواضيع علمية ومواضيع ثقافية بتختص بالمحاماة وبتختص بك بأشياء تانية. بنتمنى لكم التوفيق بإن كان بالمعرض اللي حنشوفه، وأكيد حيكون لنا زيارة للمعرض لنشوف اليوم مواهب الأساتذة الموجودين عنا بسوريا، وأيضا بنتمنى التوفيق لكل أعضاء الجمعة، لكل أعضاء الجمعية اللجنة بأنشطة القادمة، وتكوني قد التحدي. واليوم المرأة دائما هو التحدي بيكون العامل الأساسي لإلها بنجاحها بأي مهمة بحياتها. أكيد أكيد، نحن دائما أنا مقتنعة وعندي إيمان إنه المرأة هي مو نص المجتمع، هي كل المجتمع، لأنه هي اللي بتخلق الجيل وهي اللي بتكون مؤثرة فيه. وشكرا لكم، شكرا لك، ونستناكم تشرفونا بالمعرض، وبدنا نأكد على أنه المعرض هو معرض لهواة، مو معرض لناس دارسة، هو معرض فني لهواة عندهم هالبذرة. شكرا كثير لك، نورتي صباحنا. شكرا لك الأستاذة فادية عساف، رئيسة لجنة المرأة بنقابة محامي سوريا وعضو مجلس فرع النقابة في دمشق. في دمشق. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.